عايزين نستأذن حضراتكم بس محتاجين نقف معاكم للحظات عند تبصيرة مهمة جدا الحقيقة، يمكن وجه من أوجه السعادة. كلنا كأهلوية أكيد فرحانين بخطوة اقتراب وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي، ده حلم كل الأهلوية اللي بيحلموا بيه من سنين طويلة جدا. من جانبه تقدم السيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات لإدارة المنشآت الرياضية، وسيادة العميد محمد برجان نائب رئيس الشركة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة للنادي الأهلي ومجلس إدارته بالكامل. وقال سيادة العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات إن البدء في وضع حجر أساس بناء لاستاد جديد للنادي الأهلي هو حلم انتظره ملايين الأهلوية منذ أزمنة طويلة جدا. وأوضح كمان وقال إن ده يعد نقطة مهمة جدا وإضافة قوية جدا للمنشآت الرياضية في مصر بشكل عام. كمان بالنسبة لنا احنا بقى يعني بالأصالة عن نفسنا وبالنيابة عن كل العاملين في قناة الأهلي، أكيد حابين يعني طبعا نهنئ شركة استادات الوطنية على افتتاح، كان افتتاح جميل النهاردة لفرع جديد من فروع نادي سيتي كلاب في مدينة أسوان. وأعرب المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية عن سعادته البالغة بافتتاح فرع أسوان، باعتباره طبعا سيكون صرح رياضي واجتماعي وثقافي كبير جدا. طبعا كل التهاني لكل القائمين على هذه النجاحات المتوالية الحقيقة. يعني احنا كل يوم عندنا خبر حلو وكل يوم في انجاز على الارض بيتم، حاجه جميله جدا. وخليني كمان اكمل الخبر واقول لحضراتكم ان يعني الاستاذ سيف المهندس سيف الوزيري كمان شدد على ان سعادته بافتتاح سيتي كلوب هي باسوان هي كبيره جدا، كون احنا بنتكلم هنا المحافظه بتقع اقصى محافظات جنوب الصعيد جغرافيا. واكد كمان على اهتمام شركه استادات ودورها التنموي وفق طبعا سياسه الدوله المصريه عشان يرفعوا معدلات الاهتمام بتنميه محافظات الصعيد. هنا نتكلم في كافة المجالات بما يليق أكيد بالجمهورية الجديدة. وأوضح أيضا الوزيري أن الافتتاحات مستمرة خلال شهر رمضان وفقا هنا للجدول الزمني الموضوع مسبقا، وهتكون الخطوة المقبلة أول مايو بافتتاح سيتي كلوب. هنا بقى بنتكلم طنطا. أكد كمان العميد محمد برجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات أن الافتتاح افتتاح سيتي كلوب أسوان الجديد عمل يدعو للفخر ورسالة لكل الأعضاء بأن شركة استادات يعني بتفي هنا بنتكلم بوعودها كمان بتعمل بشكل مستمر بقوة وكفاءة حتى في شهر رمضان المبارك. يعني نتكلم في افتتاح أربع هنا فروع حتى الآن حتى يومنا هذا ما بين افتتاح كلي وجزئي. وخليني أقول لحضراتكم كمان أن أضاف سيادة العميد يعني أن بيعتبر هنا تحفة، بنتكلم على سيتي كلاب ده لو هتشوفوه لا هو تحفة فعلا معمارية وهيضم منشآت كتيرة جدا على أعلى مستوى، هيكون بمثابة زي ما بنقول متنفس لكل أهالي المحافظة على كافة هنا المستويات سواء اجتماعيا ثقافيا رياضيا، يعني بوجود ملاعب واكاديميات مركز للمراه مبنى اجتماعي وثقافي حاجه اعتقد في غايه الاحترام. وزي ما كنا بنقول كده كل يوم خبر صحيح. جديد وعلى صحيح. ارض الواقع بنشوف يعني انجاز جديد، فكل التوفيق ومزيد ان شاء الله من الانجازات. ما تفتكروش ان هي كده الانجازات ده فتح كلام بس اللي احنا بنقول لحضراتكم عليه مش اكتر من انه فتح كلام.